شكرا لكم جميعا ايها الشعب، شكرا لكم جميعا. شكرا هذا الوطن يطلب ان يكون فيه جند قوي عزيز. كان الشيخ زايد يحب أن يستمع إلى الأغاني وخاصة أغاني الشعر، وكثير من أشعاره لحنت ومن ثم كانت هنالك لها، وكان يفرح بذلك ويستمع لها، كما كان يستمع إلى الشعر بشكل عام. يعني كانت مجالسه دائما عامرة بالشعراء، وكان يتبادل الشعر مع العدد الكبير من الشعراء. من كان يحب هو من الشعراء كان طبعا من يعرف شعر المتنبي مثلا معرفة عميقة، وكان يردد الكثير من أشعاره، وكان حتى يطرح على الموجودين أسئلة بمعاني المفردات لكي يرى بلاغتهم أو فصاحتهم. أبي تمام، امرئ القيس، يعني كانت الأشعار هذه الجزلة دائما يذكرها. كان يحب الشعر النبطي، الشعر المحلي، وخاصة ما يردده عليه من حوله، من ربعه، من شعراء. يعني أذكر أحد الشعراء رحمه الله كان لدينا، هو أبو شهاب، كان لدينا في جنيف، وحتى أنه توفاه الله أثناء إلقاء الشعر، وكان هذا موقف شديد التأثير على الشيخ زايد رحمه الله وعلى من حوله. لكن الشعر يعني بالنسبة له كانت شيء مهم. شعر التاريخ، تاريخ الأسرة، تاريخ كان بالنسبة له الشعر هو جزء من حياته اليومية، وكما ذكرت كان الشعر جزء أساسي من بلاغته بما في ذلك البلاغة السياسية. يعني كان يصل إلى مراميه ومعانيه السياسية كثيرا عن طريق الشعر. الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه، أثناء الفترة اللي كنا اشتغلنا فيها الدبلوماسيين سواء كان في جنيف أو في لندن أو في ستوكهولم بعض الدول العربية، كان يحث على سياسة الاحترام، عدم تدخل في شؤون الآخرين، في خصوصا في هذاك الوقت كانت الأمور جدا يعني مش مثل اليوم اللي نشوفه اليوم، كانت الأمور في العلاقات الدولية أكثر اتزان، أكثر استقرار، أكثر. فكان دعمه، مساعداته للدول سواء كان في جمعيات الأمم المتحدة، في الترشيحات، في الإغاثة، في عمل الخير، وين ما وجد الشيخ زايد كان يوجه السياسة الخارجية بتبني هذه الأمور، وما كان يحب يعلن عنها، ما كان يعني حتى في الجار يعني أشياء كثيرة كانت تخدم الإنسان والإنسانية في الخارج ما كان يعلن عنها حتى الآخرين ما يصبون بحرج، أو يعني له سياسة خاصة خصوصا في هذاك الوقت. الله يغفر له، يعني كان له احترام للدبلوماسي، واللي اليوم حتى يومنا هذا احترام الشيخ زايد
واحترام الدول لنا بفضل سياسة الشيخ زايد وسياسة الشيخ خليفة الحالية وسياسة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، تموا على نفس الاتجاه ونفس الإطار ومناصرة أخوانهم العرب والمسلمين والأصدقاء حتى اللي من الدول الثانية اللي يبغي إغاثة، لأن الحياة هي ما تتوجد على بس دين واحد، الحياة الله خلقها للبشرية كلها وخلقها كذلك الكائنات الأخرى. ف يعني المطلوب منك كإنسان أنك دائما تسعى باللي فيه خير للحياة، معتقداتك أنت خاص فيها، يعني ما تقدر تفرض معتقداتك على آخرين، ولكن البشرية كلها يجب أن تعيش في سلام في أمن في استقرار. من فترة طويلة حينما كان يذهب إلى سير بنياس وفي الكنيسة الموجودة في سير بنياس، يذكر لي أحد أبناء الشيخ زايد يعني حفظهم الله جميعا أن الكنيسة كانت في أيام الشيخ زايد رحمه الله التي اكتشفت في سير بنياس كان مع أبنائه وكانوا يحفرون ويبحثون ولاحظوا وجود لاحظ الشيخ زايد وجود شيء يعني معلم من الآثار، فطلب منهم وتواصل معهم أنهم يأتون ويكشفون، وفعلا فيما بعد اكتشف أن هذه هي الكنيسة، فبالتالي هذا أمر مهم. الشيء الآخر كان يهتم بالحيوانات بالبيئة، لأنه هو ابن البيئة، هو ابن الصحراء، الصحراء التي يعني أحبها وعشقها فحافظ عليها، لأن ينظر إلى أنه لا نأخذ فقط من البيئة، لابد أن نعيد، لابد أن نضيف، لابد أن نزيد. لذلك اهتم بقضية الصيد بالصقور، اهتم بتكثير الحبارة، بالغزلان في سير بنياس، طبعا المها العربي وغيره، ويعني طبعا مشاريع ليست مقتصرة على الإمارات، في شمال أفريقيا أيضا كثير، هناك تم إطلاق الحبارة، أيضا نال الباندا الذهبي عام 1997، يعني في التسعينات من كان يتكلم عن البيئة مثل الآن. يعني زايد الله يغفر له، سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة كان معلم، يعني يا كان ينصح أو يوجه أو أحياناً يروي قصص أو يروي حكايات سواء كانت محلية. وعلى فكرة زايد كان حافظ تاريخ وحافظ شعر، وأيضاً عنده ملكة شعرية قوية جداً، ولذلك أب زايد كان أب رحمة الله عليه، في كل موقع في كل مجلس في كل مكان كان زايد يوجه. لكن زايد من طبيعته يحب إذا عطى الشخص عمل أن يتكل عليه، أعطاك عمل عليك أن تأديه على وجه الكامل، وفي نفس الوقت يعطيه صلاحية ويعطيه سعة أنه يدي عمله على الصحيح. في حالة أنه أدى يكون له الشكر والهبة، في حالة الفشل يتحمل مسؤوليته. حتى وفاته رحمة الله عليه كان أبداً ما يقعد إلا يا موجه بكلام أو ناصح أو آمر في حالة يحتاج إلى آمر. الشيخ زايد وضع اللبنة الأولى، وضع الأساس السليم بأن تكون لدينا بيئة متطورة وسليمة في المجال الصحي، وهذه البيئة المتطورة والسليمة في المجال الصحي هي سوف تولد لك الاتجاهات الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية وغيرها والسياحة الصحية. إذن الشيخ زايد وضع اللبنات الأولى والأساس السليم والخطوات الرئيسية للنهوض بهذا القطاع. اليوم دولة الإمارات أصبحت تستقطب. أول شيء بقول لك عن المؤتمرات الطبية، أفضل المؤتمرات الطبية العالمية أصبحت دولة الإمارات تستقطبها. المؤتمرات العلمية العالمية التي تنظم وتتسابق الدول
لاحتضانها. لما تتقدم دولة الإمارات بالملف مالها دائما دولة الإمارات الحقيقة تكون منافس وتكسب أيضا احتضان. First of all, there were horse races, and then there were camel races. But these sports are for young people or people from the desert, particularly with the camel racing, of course. And I don't know whether it still exists, perhaps not, but I remember somewhere north of Alain, there was a racetrack just marked out in the desert, a certain amount. It was a long straight line, and that was where there were local races there, and people would be sent out from the sheikhs to, as sort of scouts, to scout out where there was a good camel was winning the local races. Sheikh Zayed was, in a way, he was part of the heritage. He was the heritage. He lived through all of these things. And if you don't, he was quoted as saying that if you don't know your history, well, you're lost. You have to know your history. It's part of you. It's in your blood. You can't avoid it. It's there. And you are so much poorer if you don't understand your heritage and your history. And I think it is very important in looking at this history that one, and the heritage, that one doesn't distort it. One is true to what it really was, because that's part of the point of the thing, that in the old days, we should realize that the grandfathers and great-grandfathers of young men today who have everything, their great-grandfathers, their grandfathers, even their fathers, what did they have? They had very little. And they achieved wonders with building this country, building the state, and their background was very, very different. So I think it's very important to understand one's heritage, to understand, and let's keep it true to what it really was. One of the things, you know, about heritage too is that it's not just stories, it's not just buildings, it's also what people were eating, what people were doing, playing, what the children were playing, and also it smells. You would go through the souk in the old days and there would be these sacks of all sorts of things open there, and the smells were wonderful. Now, heritage has got so many aspects to it, but Sheikh Zayed, I don't know whether he worried about the smells, perhaps he didn't, but he certainly worried about people knowing and understanding their heritage and background, their history. استحق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحق لقب حكيم العرب، وكان عروبياً بمعنى الكلمة، استطاع أن يستشرف آفاق المستقبل بكل ثقة ووضوح، فسار بشعبه نحو الحضارة والتقدم الذي أذهل العالم في أرض صحراء قاحلة صارت خلال سنوات حكمه وجهة سياحية رائدة في العالم ونموذجاً اقتصادياً وسياسياً وشعبياً يحتذى. لا توفيه الكلمات حقه، لأنها تقف عاجزة عن إبراز دوره في نهضة دولته، وتقف الحروف حائرة بين السطور عاجزة عن الإنشاء والإخبار. فزايد تجاوز اللغات وتجاوز التاريخ، فهو الأغلى في تاريخ هذا الوطن الجديد، هو الرجل الذي حول رمال الصحراء إلى جنان خضراء تشهد له حتى يرث الله هذه الأرض ومن عليها.
زايد يقول الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ويجب تكريمه، فكان يسعى دائما لإسعاد الناس وإسعاد الفقراء وإسعاد الشعوب هذيلة، حتى يعني كان يشارككم بالنصيحة ويروح لهم ويزورهم، والطيارته ما توجف لزيارات الدول العربية هذه كلها، كان يريد شمل الأمة العربية على يد واحدة، يباهم يعتمدون على أنفسهم ويعتمدون على وحدتهم. سعى بعد الاتحاد، سعى في لم الشمل العربي، سعى جدا في مجلس التعاون. الشيخ زايد عرف أن هناك في مدرسة في منطقة ليوة قرروا أن تقفل لأنه ما فيش غير طالب واحد، فالشيخ زايد قال حتى لو طالب واحد تبقى، سواء كان طالب أو كان 10 طلاب، علينا أن نوفر التعليم للجميع بغض النظر عن العدد. وفعلا هذا الشخص الذي كان في تلك في ذلك الصف درس هناك وأصبح من المسؤولين البارزين في مجاله. في هالموضوع كان الشيخ زايد حريص، هنا إذا تسمح لي، حريص على أنه أبناء المناطق البعيدة خاصة منطقة ليوة والضفرة وهالمناطق، كان يشجعهم على أن يبقوا حيثهم، ولذلك قرر بناء المساكن لهم هناك والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية من الشوارع والكهرباء والماء، حتى يبقوا هناك ولا يأتوا إلى العاصمة أبوظبي، حتى كما يحدث في عدد كبير من الدول الناس تتركز على العاصمة. هو كان يرفض هذا الشيء وكان حريص باستمرار على أن تشمل التنمية مختلف مناطق الدولة. كان الشيخ زايد الله يرحمه يشجع الأهالي على إرسال أبنائهم للتعلم، سواء كان الذكور والإناث، وبخاصة الإناث، لأن وقتها كانت في معارضة من بعض الأهالي في إرسال بناتهم للتعليم. فالشيخ زايد الله يرحمه حرص أن يعني بنفسه يتكلم مع الأهالي ويشجعهم على أنهم يرسلون عيالهم للتعلم. كذلك الشيخ زايد علشان تشجيع الطلاب للتعلم، المدارس بدأت بصرف رواتب شهرية للطلاب والطالبات في ذلك الوقت. كان كذلك الله يرحمه اهتم أن توزع على الطلبة، كانت توزع الملابس، كانت توزع الأحذية، ملابس الرياضة، ملابس الكشافة، كل هذا علشان يشجع الطلبة على التعلم. سياسة الشيخ زايد مثل ما يعني الآن يعلم الجميع بأن أبناء الإمارات مرحبين في جميع العالم. الاستثمارات الدولية التي تصب وتتنافس على أن تكون متواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها وجدت بيئة حاضنة وآمنة ومهيئة للأعمال التجارية والأعمال الاقتصادية، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة مصدرة للأعمال التجارية من خلال ما تحظى به هذه الدولة من أمن. دائما المستثمرين سواء كانوا في الداخل أو كانوا من الخارج ينظرون إلى عدة عوامل لاستثمارهم. أول شيء الاستقرار. الشيخ زايد عمل نظام عادل، والعدالة دائما تؤدي إلى الاستقرار. الشيخ زايد العدالة عنده رقم واحد، ما في واحد اثنين، العدالة رقم واحد. من هذا الباب ومن رسم القوانين المنتظمة والمنظمة للاقتصاد، يرى المستثمرين أن هذه البيئة بيئة جيدة للاستثمار، فالإنسان يستثمر في مكان عنده فرص النمو وعنده قناعة أن له حصانة بهذه الأموال. في قوانين تحميه. اليوم المستثمر الأجنبي أو مستثمر أو نحن لما نستثمر في الخارج، أول شيء نشوف القوانين هذه تحمي استثماراتنا ولا لا.
إذا ما في حماية هذا الصندوق ما نقدر نحط له تك، فما نذهب يعني. طبيعة زايد، أنا قلت أن هناك فرق بين الإنسان الكريم والإنسان الخير. الإنسان الخير ينبع الخير من قلبه ومن روحه، زايد عنوان لهذا الخير، فهو كان منبع للأخلاق الفضيلة. وبالفعل هذا كتبت مقال عنوانه مدرسة زايد الأخلاقية في العلاقات الدولية، لأن لم يكن من المعهود أنه بالطيبة وبالأخلاق وبالمثل العليا تستطيع الدول أن تحيا، هذا يخالف ما هو سائد في المجتمع الدولي. وكما هو معلوم هناك مدارس في السياسة وفي الدبلوماسية، المدرسة الواقعية والمدرسة البراغماتية وخلافها من المدارس. زايد أسس لنفسه مدرسة بتصرفاته ورؤيته وفعله عبر عن ذاته، فكان رمزا للأخلاق، نشر الخير والمحبة في قلوب الناس من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فلم تعد هناك دولة إلا وتحب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها. للعلم أن جمهورية الصين الشعبية عفت مواطنين دولة الإمارات من التأشيرة لدخول الصين كأول دولة عربية أو دولة شرق أوسطية، فهذا ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة. الاتحاد الأوروبي أن يعفي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من ضرورة الحصول على تأشيرة، هذا إنجاز، هذا الإنجاز قائم على حب هذا البلد، حب لقادة هذا البلد، لأنهم بطبيعة الحال بنوا مصداقية. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه هو الأب والأخ والصديق لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فتح ذراعيه للجميع دون استثناء، فأجله الجميع، وعندما رحل بكاه الجميع. ولم تنس الأمة العربية القيم الأصيلة التي بثها الشيخ زايد رحمه الله في نفوس الشعب الإماراتي والعربي، ومنها المحبة والعطاء والعمل الإنساني. ففي التاريخ الإنساني محطات فارقة وشخصيات قيادية استثنائية تعرف جيداً كيف تدير أحداث التاريخ وتوجه سياقاته، محققة تحولاً فارقاً ونقلة حضارية في زمن قياسي.